الرئيس السيسي يتفقد اليوم موسم الحصاد الزراعي بمشروع مستقبل مصر بالصحراء الغربية. السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 131 مليون والوفيات تقترب من 3 ملايين. الحادية عشر صباحاً التاسع بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم موسم الحصاد الزراعي بمشروع مستقبل مصر بالصحراء الغربية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رادي بأن مشروع مستقبل مصر يقع في نطاق المشروع القومي العملاق الدلتا الجديدة لزراعة مليون فدان على امتداد محور روض الفرج الضبع الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصدا زراعيا جاذبا للمستثمرين. أضاف أن المشروع يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلا عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان. التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس داخل مبنى الإرشاد بالهيئة، وذلك لتطعيم العاملين بالهيئة بلقاح كورونا كأحد القطاعات الاقتصادية الهامة للدولة، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا وتوفير اللقاحات. أوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزيرة أكدت على حرصها على تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس بالتوازي مع الفئات المستحقة بتلقي لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن. ومن جانبه توجه الفريق أسامة ربيع بالشكر لوزيرة الصحة لحرصها على تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح كورونا، ومشيدا بجهودها في التصدي للجائحة وتوفير اللقاحات لكافة المصريين. استقبل وزير الخارجية أيمن الصفدي نظيره السعودي فيصل بن فرحان الذي حمل رسالة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكدت وقوف السعودية إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات. وفي تغريدة على تويتر قال الصفدي إنه دار بينه وبين نظيره السعودي حوار أخوي معمق، أكد خلاله تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات. أظهر إحصاء لرويترز إصابة أكثر من 131 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين اقترب إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين حالة. تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. يعتزم الرئيس الإسرائيلي ريوفين ريفلين أن يعلن اليوم مرشحا لتشكيل حكومة جديدة بعد مشاورات عقدها مع الأحزاب السياسية، وحصل فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أكبر قدر من التأييد، مما يجعله الأوفر حظا للفوز بهذه المهمة. لكن القانون يمنح ريفلين سلطة تقديرية واسعة في اتخاذ قراره، وكان قد أعلن أن الاعتبارات الأخلاقية قد تلعب دورا في هذا الصدد في إشارة واضحة إلى قضايا الفساد الثلاثة التي واجهها نتنياهو. وصلنا لختام الموجز، ونحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز 27500، معامل استقطاب رأسي. شكرا لكم وإلى اللقاء.